هذا وحضر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مادبة الغداء التي اقامها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله في المخيم الخاص بمنطقة حفر الباطن لاصحاب الجلالة والفخامة والسمو رؤساء وممثلي الدول المشاركة في العرض العسكري لرعد الشمال المقام في حفر الباطن بالمملكة العربية السعودية.